من رضوان المختار يسيق ضحايا مافيا البلدية السكنية والعقار بإقليم سكان التمارة. في البداية أتوجه إلى موقعكم بيل بريس للاهتمام بقضايا التعمير وقضايا مافيا البلدية السكنية بإقليم سكان التمارة. اليوم كنعقدوا هذا الندوة ضمن البرنامج المستطر من طرف اللجنة، واللي تأتي بعد يعني بعد مجهودات وبعد تحضير يعني مهم من طرف سكرتارية اللجنة، واللي سبق يعني في الأسابيع السابقة أن عندنا علمنا لوح البرنامج اللي هو مكتب، من ضمنه ندوات صحفية، ومن ضمنه كذلك وقفات احتجاجية سلمية أمام كل مقر ديال عمالة إقليم السخيرة التمارة، وكذلك كل المؤسسات سواء المهتمة بالقضاء أو بالتنمية المحلية أو كذلك لها علاقة بالإسكان والتعمير. اليوم هذه الندوة تأتي يعني للتنبيه ولإثارة الانتباه لكل المسؤولين على التنمية المحلية والوطنية، وكذلك مسؤولين بالخصوص على قطاع التعمير. ما عرفتهم مؤخرا تمارة يعني بناء بدون رخص، في يعني الاجهاز على واحد المجموعه ديال التجهيزات اللي هي يعني كاينه موجوده بوثائق التعمير، بقوه وثائق التعمير التعمير، وتعتبر ان هذا القرار هذا قرار اداري هو ما يعني نقولها بصراحه هو طبق القانون، وبالتالي انه الاستيلاء ما وقع بتمارة سواء في هذا حنايا يعني كلجنه يعني تنطالبوا يعني باش يكون واحد العداله تعميريه واحد العداله مجاريه ما يخص ليس يعني هاد المنعش عقاري، ولكن كذلك في المراقبه تشمل كل المنعشين العقاريين الذين يشتغلون في المجال ديال اقليم السخيره التمارة. تنتوجهوا كذلك يعني بمطالب ديالنا الى كل يعني سواء السلطات القضائيه من اجل تحريك الدعوه العموميه في كل المخالفين وكل يعني المساهمين او المتواطئين يعني في هاد القضايا اللي تتعرفها مخالفه ديال التعمير. وهنا كنجنا تنطالبوا بانه رفع هاد المخالفات لانها تاخذ طابع ديال الجريم وليس طابع ديال المخالفات، ويكون العقوبه ديالها اشد من اجل الردع ومن اجل جزر هاد المخالفات في التعمير، لانها اصبحت تشوه المجال العمراني، تشوه النسيج العمراني، وبالتالي اننا مستقبلا اصبحوا امام يعني واحد النسيج عمراني اللي هو مشوه ولا يستجيب الى المعايير الفنيه والمعايير الجماليه اللي تعرف هذه المدينه. وحنا تناضلوا من اجل ان تكون هذه المدينه يعني في الصفوف المقدمه ديال هذه المدن اللي تعرفها يعني شمال المغرب وكذلك ديال البحر المتوسط، نظرا لتوفر على واحد المجموعه ديال المؤهلات طبيعيه وبحريه وكذلك فلاحيه، وهي تعطيها يعني مؤهلات من ان تكون يعني في الصف الاولى. نشكركم مره اخرى ونشكركم على الاهتمام ديالكم بهذه القضايا ديال المافيا والجاليه السكنيه وكذلك بالتعمير. شكرا بالبريس وشكرا لكم. عضو لجنة ضحايا مافيا الوداديات والعقار لإقليم السخيرة التمارة، اليوم كنقدموا هذه الندوة الصحفية اللي كتدخل في إطار تفعيل البرنامج النضالي اللي استراتو اللجنة. هذا النشاط هو عبارة عن يعني حدث حقوقي يتمثل في تقديم عرض أولي حول الخروقات الفظيعة في مجال التعمير، واللي من خلاله بغينا يعني ننوروا الرأي العام وكذلك كل الجهات المعنيه بهذا الموضوع، وخاصه يعني الفرقه الوطنيه الان اللي كتشتغل على يعني عمليه تجميع المعطيات، خاصه اللي مع ان هذا الحدث تزامن مع حدث ديال هذه المجموعه من العمارات واللي كانت التداعيات ديالو توقيف عامل عماله اقليم سخيره التمارة وباشا مدينه التمارة وسته قياد وموظفين. اذا هذا التقرير قدم يعني بالمؤشرات الداله بان هناك يعني خروقات خطيره، وخاصه يعني في جماعه الهرهوره وتمارة وجماعات اخرى. المطلب ديالنا من طبيعه الحال او من اهم التوصيات ديالنا يعني من هذا التقرير هو ربط فعلا تفعيل مبدا ربط المسؤوليه بالمحاسبه وعدم الافلاس من العقاب، خاصه وان هناك يعني شخصيات نافذه اللي استفدت يعني من هذه الخروقات التعمير وبنات فيلات يعني على الملك العمومي، وايضا يعني حرمات مواطنين من المرافق الاجتماعيه اللي هي اما عباره عن مؤسسات تربويه او يعني ملاعب ديال القرب. كذا قبل ما نختم كنحيي يعني كل المنابر الاعلاميه ومن ضمنهم يعني منبر بال بريس على يعني هذه التغطيه الصحيه اللي
من خلالهم يعني كننوروا الرأي العام وكنحسوهم بالمخاطر والصعوبات والدور ديالهم الكبير اللي كيساهموا يعني في التنمية المحلية. فتحية مجددا لكل منابر إعلامية وعلى رأسها يعني هذا المنبر بيل بريس. تبني انه السيد هذا ديجا انه نصب ولم يمضي لم يمضي امام التقادم عن الملف وتحنا على غرفه الجناح بدينا كندوزو في غرفه الجناح واحد المده ديال عامين واذا بينا في الاخير هذا الملف الجناحي هذا كنستغربوا انه تمت سقوط الدعوه العموميه على هذا السيد هذا كانت السيد باقي حي يعني ما كاينش تقادم. حنا كنطالبوا السلطه القضائيه انه يشوفوا لنا من حنا هذا الملف هذا انه تضرينا وانه واحد المده ديال 4 سنين والحيثيات ديال السيد هذا انه مزور وعنده بزاف ديال الملفات هذا السيد هذا انتم كما كتشوفوا راه العديد ديال الشكايات الناس شاكين بهذا السيد هذا وما تخططوا لا متابعه لا حتى شي حاجه. حنا ضعنا في الحقوق ديالنا دابا وعندنا واحد الشكايه مباشره عند السيد قاضي التحقيق درناها ودوك الناس اللي دايرين اللي برم معاهم العقود لانهم اللي كتكون وثيقه مزوره كاع الناس اللي فيها نورمالمون كتخض ضم المتابعه هاد الناس ما تتابعوش درنا لهم شكايه عند السيد قاضي التحقيق السابق وتم فيها البحث واستدعى جميع الاطراف فاذا به هاد السيد هذا السيد القاضي المحترم مشى انتقل لمحكمه الاستئناف وجاء قاضي اخر وتقريبا دابا واحد المده ديال 5 شهور هاد الملف هذا ما اتخاد فيه لا قرار لا حتى شي حاجه. حنا كنستغربوا وكنتسائلوا علاش زياده على هادشي كيطلب منا اننا حنا كمشتكون نجيبوا العقود الاصليه ديال المشتكى بيه. كيفاش انا واحد السيد شاكي بيه وغنجيب لك انا عقد اصلي ديالو واش غيعطيني؟ حنا كنتمناو من القضاء انه ينصفنا وانه يشوفوا من هاد الملف هذا وانه خاص هاد المتهمين بعدا يتستدعاو. وتحياتي للشرفاء ديال الناس ديال القضاء. حنا كنتسائلوا حنا كمواطنين من حقنا اننا نعرفوا ما لنا وما علينا. المهم خوتي تحياتي لكم والله يحفظكم لينا وتحياتي للقضاء النازي انه نصفنا راحنا طبنا وعينا راه مده ديال 4 سنين والحيثيات كلها واضحه ديال التصوير. حنا تنطالبوا غير الانصاف ديالنا لان هذه البقعه هذه انا شريتها بمالي الخاص ودرت فيها غير 20 مليون درت فيها تقريبا واحد 7 سنين ديال الكريدي كنخلص 71,000 انا دابا راه لا اله الا محمد رسول الله كنحس براسي انني تظلمت وكنتمنى من القضاء ينصفني. حنا راه دابا استنفنا هذا الملف هذا واستنفتوا معنا النيابه العامه الله يجازيها بخير وكنتمناو في الاستئناف انه الناس ياخذوا لنا حقنا والناس ديال السلطه الناس المسؤولين الكبار انهم يشوفوا من حقنا من حالنا في هذا الملف لان هذا السيد هذا راه عنده بزاف ديال الملفات وبزاف ديال الشكايات ديال الناس هذا المستشار الجامعي. وحنا ملي كنجيو مع المحكمه وتيصيفط لنا الناس يقول لنا راه ما عندكم ما تصوروا ولكن حنا ثقتنا كبيره في القضاء انه غياخذ لنا حقنا وغادي ينصفنا. جزال أديب منخرط ودادية الأمان بجزيرة عمرية بالسخيرات المشكل ديالنا أن هذه الولادية ديال جزيرة عمرية أقدم جزيرة في المغرب على ما أظن 34 سنة تأسست في 1989 من 1987 المنخرطون كيعانيوا من المشكل ديال تسليم البقع ديالهم وكاين اللي مات كاين اللي يحتضر وكاين اللي يهمل صافي من هذا الأمنية اللي كنا كيتمنى الإنسان. إذن هذا المدة الزمنية والمكاتب ديال الوداديات لأن فيها 3 ديال المكاتب ولادية الأمل ولادية المغرب العربي ولادية الوحدة المغاربية هما اللي يسيروا هذا الزئة ديال العمرية بالسخيرات ما يناهز 5 قطارات داخل السخيرات عيب وعار تبقى هذه البقعة ديال 5 قطارات بقعة فارغة وكيشوفها عشوائية كتشوفها تجمع ديال المنحرفين ومتسقيعين وبدون حسيب ولا رقيب. هذه الجزيرة هذه كتعاني منذ 1997 وحنا كنعاني هاد الولادية هاد المكاتب ما كيدعيو لها جمعات عامة ما كيخبروا المنخرطين بما بالمستجدات الغرض ديالهم هو جمع الأموال و
التصرف فيها بدون حاسب ولا عقيد. كانوا مجموعه ديال المخالطين قدموا دعاوى ضد المكاتب وبقاو في المحاكم، وكاين بعض المخالطين اللي سلكوا المجرى ديال السلطات المحليه، راسلوا السيد الباشا، راسلوا السيد العامل، راسلوا السيد الوالي، راسلوا وزارة الإسكان، وراسلوا الوسيط باش يتدخل حتى هو في هذا المشكل، ولكن بدون إجابة وبدون حل لهذا المشكل. ولهذا نطالب من هذا المنبر ونطالب كمنخرطين من هذا المنبر أي سلطة أو أي جهة التي لها رقيب ولها وصاية على هذه الولايات أنها تستدعيها وتحل هذا المشكل اللي طال المدة ديالو 34 سنة هذه. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.